يقول اليوم تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. النهاردة اللي كتب السفر معنى اسمه حامل الثقل، وفي الحقيقة هو كان عايش في وسط شعب ثقيل بالخطايا، كان هو كمان يحمل ثقل إنه هو كان له لسان ثقيل. مازال الله يعرض علينا بصوته الجميل تعالوا إلي يا جميع المتعبين، ولكن مشكلتنا زي ما قال في سفر عاموس أننا نذهب إلى بيت إيل ولكننا نخطئ في الجلجال. مازلنا نذهب إلى الله ولكن نذهب له بقلوب ثقيلة بالخطايا. ربنا النهاردة عايزنا في سفر عاموس أن احنا نبعد عن الخطية ونذهب إليه بقلوب نقية. أحبائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوت حبيبي. بيباركنا ويشرفنا أبينا الحبيب نيافة الأنبا مقار. أهلا بنيافتك يا سيدي. أهلا أبونا. كنا عايزين نيافتك تقول لنا بخصوص سفر عاموس معنى اسمه وترتيبه في الكتاب المقدس أو تاريخه يا سيدي. عاموس معنى اسمه حامل الثقل، وبيقولوا ان هو كان لسانه تقيل شوية، لكن احنا برضو نقدر نحدد زمنه التاريخي ان هو متزامن مع هوشع في نفس المنطقة اللي قلنا عليها قبل كده، نمو اقتصادي عالي وانحطاط انحلال اخلاقي جدا، وبالتالي هو في مرحلة بيبكت الشعب على خطيات على الخطية وبيدعوهم للتوبة. عاموس يمكن مختلف شوية ان الراجل هو اساسا لا نبي ولا ابن نبي، ولكنه كان جاني جميز. ربنا قال له أنت في مملكة يهوذا، سيب مملكة يهوذا وروح مملكة إسرائيل وتنبأ هناك، وبالتالي هو كان بيحمل رسالة نبوية للتوبة، خدها وراح بيها لمملكة إسرائيل في الشمال. حتى هناك لما بكتوه قالوا له أنت بتاع مملكة يهوذا، روح هناك ارجع تاني سيبك من مملكة إسرائيل، قال له أنا لا نبي ولا ابن نبي، أنا راجل جاني جميز وربنا بعتني ليكو برسالة توبة. سيدنا يعني كلمة جاني جميز دي لازم نقف عندها. الله يختار جهال العالم، ربنا بيختار جاني جميز، ربنا بيختار ناس صيادين، ربنا بيختار ناس ما تعرفش تقرا وتكتب، ربنا بيختار واحد دباغ زي سمعان الخراز. إزاي ربنا يختارنا حتى لو إحنا كنا ناس بسطة ما بنعرفش معلومات كتيرة؟ ساعات كتير من الناس من اللي بتسمعنا ممكن ما يكونوش بيعرفوا يقروا ويكتبوا. ازاي ربنا يختارنا؟ الله يختار حسب القلب، والقصة اللي معروفة جدا بتاعة صموئيل لما قال له خد انا حنقي واحد من ولاد يسا، فلما لقى الاولاني كبير وحلو ووشه مدور قال لك بس هو ده اللي ربنا اختاره، قال له لا 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 مش ده، طيب ماشي مش ده، طب التاني، التاني بقى كان كده جسمه حلو وكده ويفرح، فقال لا 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 ولا ده كمان، انت اصلك يا صموئيل بتبص على المظهر الخارجي، لكن انا ببص فين؟ ببص على القلب. الاولاني عدى، التاني عدى، كل الولاد عدوا، قال له ما عندكش ولاد تانيين؟ قال في واحد اه بس احنا حاطينه مع بتوع الغنم، قال لا يبعد هاته، لان هو ده اللي ربنا اختاره. الله ينظر الى القلب مهما كانت الامكانيات البشريه، الله يعطي امكانيات للانسان بس لو كان قلبه مفتوح لله. احنا عايزين ناخدها من الزاويه التانيه بقى سيدنا، ان في ناس كتير بتقول طب انا يعني من الحكايه مش بكثره الصيامات، والحكايه مش بكثر القداسات ولا التسبيحه، اهو اهم حاجه القلب، فالناس تبتدي تكسل شوية. دي نقطة تدل على حاجة، تدل على إن محبة الله مش كاملة في الإنسان. الإنسان لو محبة ربنا جواه ملياه، ده في حد ذاته هيدفعه أكتر للصلاة، أكتر لحضور القداسات، هتدفعه أكتر إنه يرتبط بالله. الارتباط بالله ما هواش ارتباط بس مظهري من بره زي ما كل مرة بنقول، لكن هي عبادة قلب داخلية. الإنسان بيبقى مرتبط بالله من القلب من جوه. نيافتك سيدنا ذكرت ان كان في مرحله من الرخاء الاقتصادي، طبعا ده نتيجه ان ارام واشور كانوا مشغولين ببعض في الحرب، فيهوذا واسرائيل كان عندهم فرصه ان هم يشموا نفسهم شويه. ده ادى ان الشعب بقى غني جدا وظهر طبقه فقيره جدا، وفي الوقت ده الاغنياء ما كانوش بيهتموا بالفقراء. بالظبط. عايزين نيافتك يعني توضح لنا قد ايه ربنا بيحب أو بيحس بالناس الفقيرة لدرجة إن هو بيلصق نفسه بيها، فكان بيقول كنت جوعانا كنت عطشانا، كنت يعني أنا اللي عريان وأنا اللي جعان وأنا اللي عطشان، وإحنا برضو بنهمل الآيات دي
ما بناخدش بالنا منها شويه. وجود الفارق الرهيب ده، ربنا كان عايز ان الناس اللي معاها تبتدي تدي للناس الفقراء، وبالتالي كان يهمه جدا انه الانسان يثبت محبته لله من خلال محبته للفقير. يعني احنا عايزين نقول ان احنا بنحب ربنا، طب ماشي، محبة الله هتبان فين؟ هتبان في اتجاه من ناحية عبادة، لكن هتبان من ناحية محبة الإخوة، السلوكيات. ازاي الانسان يقول لك كده هذه هي العبادة الحقيقية؟ افتقاد اليتام والأرامل في ضيقتهم، هي دي العبادة الحقيقية المقبولة قدام ربنا، إن الإنسان يقدم محبة للآخرين. أعمال المحبة هي دي الحاجة الوحيدة اللي هتعبر بالزمن. يقولك كده بعد نياحة أي إنسان، يقولك يعني يقولك يستريحون من أتعابهم، في أتعاب كتير في العالم هيستريحوا منها، وأعمالهم بس اللي هتتبعهم. أعمالهم، أعمال إيه؟ أعمال المحبة اللي عملوها مع الآخرين. زي مثلا ما نشوف في سفر الأعمال سيدنا وليديا بائعة الأرجوان، كان في ناس كتيرة من اللي كانوا بيساعدوها كانوا زعلانين جدا عنها، ودول كمان لأنها كانت بتساعد الكل. فالمسيحية الحقيقة إن إحنا بساعد الكل بمحبة، وزي ما نيافتك بتقول كده إن ده سلوك يدل على محبة الله. ده حتى الآية بتقول كنت لا تحب أخاك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لا تراه. كمان من النقط اللي دايما ربنا بيكلمنا عنها الزنا الروحي، وان الانسان يلتصق بحد او يلتصق بالعالم او يلتصق بالماده. الحاجات دي نيافتك يعني ازاي ان الانسان ما يخونش ربنا؟ وتعبير الخيانه ده تعبير بنتكلم بيه، يعني حاجه صعبه جدا على اي شريك حياه ان هو يقول حد خان. فربنا بيستخدم نفس التعبير عشان يورينا مرارة البعد عنه. دي نقطة لازم تبقى واضحة في المرحلة دي بالذات، وكانت واضحة عند هوشع وبتتكرر عند عاموس، أن العبادة الوثنية هي عبادة زنا روحي. طبعا النهاردة يمكن ما فيش عبادة وثنية فعلية، لكن في عبادة الذات، في عبادة المال، في عبادة الجنس، دي كلها عبادات وثنية ما زالت موجودة لحد كده. طيب ربنا بيعمل إيه؟ يقول لك أعطيتكم، في عاموس 4 أعطيتكم نظافة الأسنان. نظافة الأسنان يقصد المجاعة، يعني عملت شوية مجاعة كده علشان يقول لك كده فلم ترجعوا إلي يقول الرب. لم ترجعوا إلي معناها إن أنا اديتكم المجاعة دي عشان تفوقوا نفسكم وترجعوا، ما حصلش. أعطيتكم نظافة الأسنان. نظافة الأسنان تعبير لغوي جميل قوي، يعني يعني أسنانكم نظيفة ما بتاكلش يعني. طب عملت إيه يا رب؟ يقول لك أعطيتكم جفاف، منعت عنكم المطر. يبقى إذا المرحلة الثانية عمل جفاف أو قلل المطر عشان برضو ترجعوا إلي. يقولك فلم ترجعوا إلي يقول الرب. طب وبعدين؟ قالك ضربتكم بالوباء والسيف عشان ترجعوا إلي، فلم ترجعوا إلي يقول الرب. ده أنا قلبت بعضكم مثل سدوم وعمورة. طب وبعدين؟ لم ترجعوا إلي يقول الرب. لأن الجملة دي كررت كتير قوي. معناها إيه؟ معناها أن الله ما زال يتكلم مع الشعب بطريقة الضيقات والمتاعب اللي بيقابلوها. وبالتالي مطلوب مني إيه لما أخش في الضيقة دي؟ مطلوب مني أن أنا أفتش نفسي وأرجع إلى الله. لأن أحياناً الإنسان ما بيفهمش الضيقة دي سببها إيه يا رب؟ الضيقة دي سببها أنك تتوب، سببها أنك ترجع لي. وبالتالي كل ضيقة أنا بمر بيها، خد بالك هو عدى على أكتر من ضيقة عشان الناس تفهم وترجع، ما رجعتش، فلم ترجعوا إلي يقول الرب. عاموس الهدف من النبوة بتاعته كلها أن الإنسان يرجع إلى الله. الله يتكلم، بس يتكلم من خلال الضيقات. أحيانا نخش في ضيقة معينة ونسأل هو ربنا سمح بالضيقة دي ليه؟ ربنا سمح بالضيقة دي عشان نرجع إليه، عشان يكون لنا توبة، عشان يكون، يبقى بالتالي لازم الإنسان يفتش جواه. أحيانا لما بتحصل مشكلة بنبص حوالينا، ليه ربنا سمح بدي؟ ما تبصش حواليك، بص جواك. ليه ربنا سمح بدي؟ عشان ترجع، عشان تتوب، عشان الخطية الفلانية تبطلها، عشان تعود إلي. الأسد المزمجر من أورشليم، نفس اللي نيافتك بتقوله، أن الأسد المزمجر هو أن ساعات ربنا بيبعت لنا أصوات إنذارات، لكن برضو الأسد دي هل لها إشارات سيدنا أو الأسد الخارج من سبط يهوذا؟ كلمة الأسد لما نقولها على ربنا يعني دايما، يعني برضو من الأمثلة اللي بتتكرر كتير أن بنوصف المسيح بالأسد الخارج من سبط يهوذا. الأسد يزقر علشان إحنا نتوب،
الأسد بيظهر عشان يدينا إنذار. خد بالك أن الله له هدف واحد في أن الإنسان يرجع. يقولك إيه؟ الذي يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فده هدف ربنا بيبقى بيدور على الناس، بيدور على الإنسان بكل طريقة، عايز ينبه الناس، عايز يشرح لهم، يقول لهم يا جماعة خدوا بالكم الطريق الوحيد للنجاة هو طريق التوبة. الله لا يحاكم بلا سبب. يعني ساعات زي ما نيافتك بتقول كده، لما تيجي يحصل لنا مشكلة أدور جوايا ما دورش برا. علشان كده سيدنا كان في أنواع من العقوبات، فقال لهم كده أن أولادهم سيصطادوا بشصوص السمك زي يعني الصنارة أو كده، لكن هو بيقول كده يخرجوا من الشقوق. وهو بيقول لنا ان الشقوق دي عبارة عن سور، اللي هو سور الوصية. دايما بنحاول يا سيدنا ان احنا نعدي برا سور ربنا، ونتخيل ان الحرية برا السور، نتعدى الوصية، نتعدى الوصية. وبالتالي هو ده نفس اللي كان بيفكر فيه الابن الضال، انه اذا خرج من بيت ابوه هيحيا الحرية الحقيقية ويعمل ويخلي، واكتشف ان العبودية هي في خارج اسوار بيت أبوه. يعني هو بيقول إن الناس أو شعب الله بيدور على أي مكان مفتوح يخرج فيه من وصية ربنا، ويتخيل إن الحرية والراحة والفرح بعيد عن الوصية. لكن الوصية حتى لو إحنا عبيد لربنا فأفضل بمراحل لما نكون عبيد للشيطان. عندنا سيدنا في السفر هنلاقي فيه ثلاث رؤى، رؤية الجراد ورؤية النار ورؤية الزيك. بنشوف قد ايه ربنا بيقول انا هعاقب، وبنشوف ربنا الحنين اللي لما يجي عموس كده يقول له قف. الرؤيه الاولانيه كانت جراد، قال له مش هيستحمله، دول ده اسرائيل ما زال صغيرا مش هيستحمل. يقول لك فرفع ربنا ايه ضربه الجراد، جت ضربه اللي بعديها قال له مش هيستحمله، النار دي تبقى ازاي دي تشعل فيهم كلهم. قال له بص يا عموس انت عمال تتشفع ليهم، انا حوريك قد ايه هم بعيد عن الوصية. فعمل الرؤية بتاعت الزيج. الزيج هو مجرد حبل بينزل في اخره تقل. المفروض ان لما يجي الزيج ده جنب حائط مستقيم يبقى الزيج ملاصق لهذا الايه الحائط. ده اللي هو البنايين بيحطوه لغاية دلوقتي عشان يظبط الحيطة ما تطلعش فيها تطلع ميل، يعني زي ما بيقولوا عمودية على الارض بالظبط. فالزيج هو الوصية. الزيج هو الوصية. اول ما حط الزيج يقول لك بقى كان باين الفرق كبير قوي، ان تصرفات بني اسرائيل بعيده تماما عن الوصيه. فقال له شايف، عشان عايز اوريك بعينيك ان الشعب بعيد عن الوصيه، ان الشعب ابتعد عني. شايف الفرق اللي بين الزيج وبين الحيطه؟ الحيطه طبعا واضح انها مايله تماما عن الزيج، وهو عايز يوريه حاجه بعينيه يشوفها. وكمان سيدنا قد ايه ربنا حنين لما يقول له بس كف، كيف يقوم يعقوب؟ هيقوم ازاي؟ انه صغير وربنا يستجيب. عايزين يا سيدنا ناخد تدريب روحي اللي هو صوت حبيبي هيقول لي ايه، احنا كلنا في البيوت ننفذه. اقيم مظلة داود الساقطة. عايزين نيافتك تكلمنا عن التدريب ده كلنا ناخده ونمشي عليه. مظلة داود الساقطة طبعا هو لما يقول بيت داود هو يقصد مملكة المسيح. فاكر الملاك لما قال ايه؟ ويكون ملكا على كرسي داود ابيه ولا يكون لملكه نهاية. معناها ان مظلة داود الساقطة هي الكنيسة التي في وسطها المسيح. انا ربنا بيتكلم بيقول انا ساقيم مظلة داود، والمسيح سيكون مجدا في وسطها. بس المفروض ان احنا نلتصق بهذه الايه الكنيسة. يعني لما نقول نلتصق بالكنيسة نقصد نلتصق بالتوبة، بالاعتراف، بالإفخارستية والتناول، نلتصق بالكتاب المقدس، بالإشبية، نلتصق بيها بكل وسائط النعمة اللي موجودة فيها، وبالتالي نحيا في هذه الكنيسة كما لو كنا بنحيا في فلك نوح الذي ينجينا من طوفان بحر العالم. في نهاية حلقتنا استمتعنا بحاجات جميلة في سفر عموس، شفنا قد ايه ربنا ممكن يبعت لنا تأديبات، لكن بطلبة صغيرة من قلب نقي قف كيف يقوم يعقوب. يعني هنعمل ايه يا رب؟ مش قادرين نستحمل، ربنا بيرفع عننا العقوب. نشكر أبينا الحبيب نيافة الأنبا مقار على التأملات الجميلة. نشكرك يا سيدنا. أحبائي المشاهدين، إن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة بإذن ربنا.